بعض الإخوة العمال من أرباب الأسر يعني صار من ضمن أمنياته أن يشتغل في الأرض المحتلة عند اليهود. نعم. وذلك لأن العامل بيأخذ $100 في اليوم. هذا جميل، لكن على أبناء شعبنا أن يدركوا تماما أن هذه $100 أصلا هي جزء من حقه. نعم. وليس منة من اليهود، هم يعطونكم من أموالهم، من أموالكم. أموالنا. نعم. يعني أموالنا تعود. نعم. إلينا عبر هؤلاء الأنجاز. نعم. هم لا يمنون علينا بها. نعم. هم لا يتكرمون علينا بها. لو أنهم انصرفوا عن بلادنا لصار لنا أضعاف ما في أيديهم. اليهود الذين احتلوا أرضنا من قريب من 70 عاما أو أكثر هم الذين باتوا يمصون دماء خيرات بلادنا منذ زمن بعيد إلى اليوم.